تعد صهاريج المياه في الصبيحة بلاحج تراثا عريقا لتدريب السباحة والاستشفاء منذ عقود طويلة، فيما تقترب تلك الصهاريج من الاندثار اليوم وسط ذكريات لا تنسى من سكان قرى الجبل في المضاربة. تحمل صهاريج أبي الأسرار أسفل جبل حواب ببلدة الصبيحة بمحافظة لحج رمزية تاريخية قديمة تتمثل في كونها أولى المسابح المائية التي تم بناؤها في المنطقة، بالرغم من عدم معرفة الحقبة الزمنية التي شيدت فيها هذه الصهاريج. هذه الصهاريج لا ندري، تعددت روايات في تاريخ مثلا بنائها وحفرها، لكن نستطيع أن نقول لها 100 سنين يعني. لعبت الصهاريج دورا مهما في تعليم الأطفال السباحة، لا سيما أثناء مواسم الأمطار التي تملأ فناء المسابح من خلال الجبل المطل على الصهاريج، حيث يوجد مسبح خاص للأطفال وآخر للرجال، ومسبح بجوارهم كان يستخدم لشرب الحيوانات. هذه كانت بركة لمن الكبار الذي قد يريد أولا يريد الأطفال أن يسبحوا، نعلمهم في هذه البركة الصغيرة، لأن كان هذا المحتوى وهذا الحوش يضمهم لكي لا يسقطوا، وهذه الدرج تطلع عليها يعني ويسبح من مكان إلى هذا حتى يطلق سباحته، ثم بعد يعود إلى هذا الصهاريج الكبير لكي يطلق سلاحتهم بطريقة اعتيادية وهكذا. وخرجت كم يا شباب اليوم، نحن لو معنا طفل سقط أو غريق يعني في داخل بركة أو ذا، لن نستطيع أن نخرجه لأن معنا جيل لم يعرف السباحة أبدا. مؤخرا تعرضت هذه الصهاريج للتصدعات والتشققات في جوانبها المختلفة بفعل تقادم مبناها وانعدام الاهتمام بها من الجهات المعنية، ما جعل بعض المهتمين يطلقون مناشداتهم بالنظر لهذه المعالم والعمل على ترميم جدرانها خوفا من تهاويها. في الآونة الأخيرة طبعا عدم وجود الاهتمام بالآثار والظروف في البلاد، تحدث لها تشقق وعدم اهتمام أجانب الناس بالسباحة، أهملت هذه المسابح. نطالب من الجهات المختصة لهذه الآثار لكي لا تندثر وتصبح يعني هباء منثورا، بل ان يعني نريد الدعم او يد العون لاصلاح هذه الصهاريج. نناشد الجهات المختصه في هيئه الاثار ان تنزل فريق وتهتم بهذه الاثار لكونها تمثل رمزيه تاريخيه في هذه المنطقه. كانت هذه الصهاريج يسبح في فلكها الصغير والكبير، يتعلمون فيها فنون ومهارات السباحه المائيه، لكنها أضحت اليوم جدرانا خاوية ومتهاوية تقلب الذكريات ما أن تلامس جدرانها، لتظل شاهدة على دهاء أجيال نسجتها وأجيالا متلاحقة صانتها، وواقع حاضر ومؤلم ينذر بسقوطها وفقدانها.